راح نبدأ جولتنا الصحفية في كثير من الأخبار اللي شفناها في صفحات جرائدنا، ونبدأ بجريدة الاتحاد وخبر عن استقبال القوات المسلحة أمس الدفعة السادسة من منتسبات المتطوعات للخدمة الوطنية من جميع أنحاء الدولة. وقد توفدت مجموعات كبيرة من المواطنات منذ الصباح إلى مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية، وكانت في استقبالهن المدربات والمشرفات في المعسكر. في الاتحاد أيضا نقرأ إعلان مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبو ظبي قائمة الشركاء الذين سيتعاون معهم في تنظيم الدورة الثانية من منتدى المعلمين الدولي قدوة 2017 الذي يقام يومي 7 و8 من شهر أكتوبر المقبل، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي. ومن هؤلاء الشركاء وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة في أبو ظبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية ومجلس الشارقة للتعليم ومركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني. نروح للإمارات اليوم اللي عنونت صفحاتها الداخلية وقالت جايتكس شوبر 2017 ينطلق بعروض قيمة مضافة وتخفيضات تصل إلى 50%، حيث شهد المعرض تدفق آلاف الزوار إلى قاعات المعرض الذي تشارك فيه أشهر العلامات التجارية العالمية وكبرى شركات تجزئة الإلكترونيات الإقليمية، عارضة أكثر من 35,000 منتج تقني استهلاكي. إذن جايتكس شوبر يعتبر من المعارض المهمة اللي ينتظرها الجميع سواء داخل الدولة أو خارجها لزيارتها والاطلاع على الأحدث واقتناء أيضا الأكفأ أو الأكثر فعالية وخدمة. ننتقل إلى جريدة الخليج ونقرأ خبر أن بنوك محلية أخطرت عملائها أنها لن تقبل الشيكات التي لا تذكر اسم الشخص المستفيد من الشيك صراحة، والمعروفة بشيكات لحاملة أو النقدي. وقال يعني أحد البنوك صرحوا أن في رسائل للعملاء أنه سوف يوقف التعامل بالشيكات التي لا تنص صراحة على اسم المستفيد في خانة الشخص المستفيد من الشيك والتي يكتب فيها كلمة نقدا كبديل لاسم المستفيد. ننتقل إلى موقع 24 الأخباري ونقرأ أن حكومة دبي تبدأ تبديل واجهات المباني غير المقاومة للحرائق، حيث بدأت السلطات في إعلام ملاك ناطحات السحاب في أنحاء الإمارة بضرورة جعل واجهاتها أكثر مقاومة للحرائق بعد سلسلة من الحرائق في أبراج سكنية متعددة خلال هذا العام. بنختم جولتنا مع جريدة الاتحاد، حيث أجرت مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبو ظبي للخدمات الصحية صحة أكثر من 578 عملية جراحية بنظام اليوم واحد خلال النصف الأول من العام الجاري.